أستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كويس. شو أخبار الدراسة؟ طمني. تفضل. أستاذ، إحنا كطلبة مش قادرين نستغل العام الدراسي كويس. فبدنا منك أستاذنا إنك تعطينا نصائح وتدلنا كيف نستغل العام الدراسي كويس. وطبيعي أنت بتفكر امتحانات وواجبات وذاكرة. الصحابي الجليل حنظل ابن أبي عامر فكر نفس التفكير كده، ان الحياة الدنيا كلها صلاة وصوم وزكاة فقط. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وضح له ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا حنظلة، روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، ان القلوب اذا كلت ملت. بمعنى يعني عيش كل لحظة بلحظتها، يعني عيشها بكل ما فيها. اثناء اللعب العب براحتك، وانت بتجلس على الاكل ما تفكرش لا مذاكرة، لا تفكر لا بالمذاكرة ولا في اللعب. وانت في الصلاة مثل الصلاة، حينما ترفع يدك تغرف كل امور الدنيا وراء ظهرك، انت مع من؟ مع الله. لا تفكر في اي شيء الا الصلاة، صح؟ صح. اذا لما تبدأ اليوم الدراسي، بدأت الحصة كل تفكيرك في الحصة فقط. لما تنتهي الى الفسح استمتع باللعب، العب، كل، اشرب. تدخل الحصص ركز مع المعلم 45 دقيقة، كل تركيزك مع المعلم. لذا هتعود إلى البيت وأنت مستريح، فهمت كل الدروس. تحتاج لوقت قصير فقط أن أنت تراجع فيه دروسك. لما تذهب للبيت تجلس على الكتاب، كل تفكيرك بالكتاب فقط، لا تفكر إلا في الكتاب. أنجز مهامك كلها في خلال دقائق معدودات، ساعة ساعة ساعتين بالكثير يكون أنهيت كل الواجبات. بعد ذلك العب براحتك، خذ وقت للعب. إذا استمتعت بكل يوم لعب ومذاكرة، وتصبح من المتفوقين إن شاء الله. إن شاء الله نقابلك في بعد كده ونكمل الحديث في رعاية الله.